حريق يشتعل بشكل مفاجئ في مجمع الظهران مول في السعودية. صور تنتشر لعناصر أمن المكان وهم يصورون ما يحصل وتثير الجدل. الدفاع المدني يباشر إخماد النيران ومعلومات أولية عن الأسباب تنتشر. تداول عدد من مستخدمي تويتر السعوديين صوراً ومقاطع فيديو أظهرت سحابة سوداء كثيفة فوق الظهران مول في المملكة ناتجة عن اشتعال حريق فيه. الحريق اشتعل فجراً في العوازل السقفية للمجمع حسب ما نقله الحساب الرسمي لأخبار السعودية على تويتر عن الدفاع المدني. فرق الإطفاء وصلت فوراً إلى المكان للسيطرة على الحريق الذي اشتعل أولاً في غرفة الألعاب حسب ما تناقله مستخدمون. بحسب قناة الإخبارية السعودية، الأضرار اقتصرت على الماديات ولم يسجل إصابات بين العاملين في المول. كما لفت المصدر إلى أنه لا يوجد نظام إطفاء ذاتي في مول الظهران. من بين أكثر المقاطع المنتشرة، واحد ظهر فيه عدد من عناصر أمن المول يصورون ما يحصل. هذا المقطع أثار جدلاً واسعاً بين مستخدمي تويتر الذين استغربوا إصرار هؤلاء على التصوير بدلاً من استخدام مضخات الإطفاء الموجودة للحالات الطارئة. الظهران مول يعد أحد أكبر المجمعات التجارية في السعودية ويحتوي العديد من المحلات التجارية وصالتي مطاعم بالإضافة إلى صالة ترفيهية وساحة تزلج مناسبة للعائلات.